كيكه بارده. هنايا هذه الكيكه المقادير تاعها نبداو على بركه الله. هنا عندي جينواز بقالي زياده، هنا في التتاه نتوما تقدروا ديروا بسكوتشو اي حاجه تبقى لكم هكا كيما هكا موسكوتشو جينواز لا موس تبقى لكم زياده تقدروا ديروا بها هذه الكيكه. لهنايا عندي لا شونتيي راني درتها لكم من قبل في القناه، راح نخلي لكم الوصفه في رابط في صندوق الوصف. ولهنا عندي جمار مارغارين ولا كريم سيترون، ثاني راح نخلي لكم الوصفه في صندوق عفوا الرابط في صندوق الوصف. لهنا هذا القالب راح نستعملو وراح نبقى نستعمل هنايا في هاد ليكوب. هنايا نرجعو للاموس تاعنا، بسم الله. هنا جبت المارغارين زيت عليها، نجي فورشيت نحرمنا هنا تربي نسيو كيفاش نديرو حاجات كيكا هكا ديسير بها وما نعملوهاش. هنا نحكمو لا فورشيت ونبقاو شغل رانا نحكمو نهرسو في بطاطا ولا ميمطون ندخلو لا ماكارين في هداك لاجينواز باش ما يبقالناش هكا واقف. هاديك لا ماكارين راح تهبطه. كونوا في زوج كيف كيف ما تجيناش طالعة، جهة طالعة وجهة هابطة. هنا باش نحكم ما نحتاجش فرشات، نجي المغرف رجعتكم بعد ما رجعت هكا تبقى واحدة داك البسكوي ولا لاجينوال كيما قلت لكم اللي عندكم. هنايا راح ندخله في الفريجيدار يحكم روحه، راح نكمل معكم هاد الكوب. هنا نرجع معكم في هاد نكملو هاد الكوب. هنا اللي بقالي درته في الكوب، ما نرمي والو. هنا نجيب لاك خمسة سيترون، ديرو شو اما مديروش لا ماركارين في هاد البسكوي، ديرو قسم معرف معرف باش نبدلو نشمخو هداك البسكوي باش ياكلوه. يحب لا كريم دو سيترون بزاف يزيد. هنا نعمر لا شونتي. هنا هنايا نبداو بالديكور تاع الشونتي. هنا نفس لا شونتي اللي درتها معكم المره اللي فاتت بصح هنا ضاعفت المقادير. نبداو بهذا الزهر، التزيين يبقى احتياري، تحبوا كيما تكونوا نتوما تزينوا. هنايا لما لابوش تاعكم ما تحكمش تنجموا ديروا دقة خفيفة وتعاودوا تكملوا. دوك نوريكم مثلا هنا نحط لابوش، الى لابوش تاعكم ما تهبطش لتحت تنجموا ديروا هكا قاعدة برك. نعم
التزيين تاعهم، نزيد هذا نزيده شويه مازال خاصه، ندخلو في الفريجيدير يجمدولي بعدين نكمل معكم، راح نوريكم الديكور تاع الكيكه هذه ونرجع نوريهم لكم في الاخير كيف جاني الشكل تاعها. انا بعد ما حكمت هذيك لا بسكويت دخلتها للفريجيدير حكم روحها، ثلاث طبقه خفيفه تاع الكريم شانتي. هنا نجيب كريم دو سيترون نمسحها كامل، نسي نوزع الكريم هذه نعاود تاني نرجعها للفريجيدار، راح ندير كور ندير لها ديكور هكا فوق هاد لاكخيم دو شوكولا، عفوا هادي لاكخيم دو سيترون، نعاود ندخلها للفريجيدار تحكم روحها وراح نزينها. هنا نوزع بعد ما وزعت كيما شفتوني لاكخيم دو سيترون، هنا ندخلها للفريجيدار تحكم روحها ونرجع نوريهاكم بعد ما زينتها. راح نزينها تزينها هادي بلابوش ونوريهاكم في الاخير كيفاه بعد ما تحكم روحها، نوريهاكم في طبقه التقديم هي والكؤوس هذوك اللي درتهم معكم. وفي الاخير هذه كيكه بارده باقي هي الكوش اللي درتها معكم ولا لا جينواز، انا كيما بقى لي لا جينواز. شوف الفكره اللي درتها انتم، ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره. كيما شفتوا درت لها طبقه خفيفه تاع لا شونتي من الفوق، درت لها كريم دو سيترون. هذه لا شونتي اللي سبق ودرتها معكم، راح نخلي لكم الرابط نتاع هذه الوصفه في صندوق الوصف، ميم حتى تاع لاكخيم دو سيترون راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ولهنا انا زينت بلا فرامبواز وصوص كراميل، ميم حتى الكوب زينتهم لا شانتي وصوص كراميل، نقرب لكم باش تشوفوا. ودرت صوص كريم دو سيترون من التحت وزينت بصوص كراميل ولا شانتي. وفي الاخير نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب تاعكم. ما تنسونيش في جهام الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الى الملتقى ان شاء الله.